إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين، فالزم بيتك ولا تشارك في الفتنة، كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إذا كان ليس في خروجك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فيه فائدة فاخرج. وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة. الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ تقول هذا يختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن. هذا الذي عنده علم، الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال. الذي ليس عنده علم يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته. أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. نعم.